يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيفكم في رحاب مجلس المرحوم أمير بن رجب في هذه الفعالية المختصة بتاريخ أو إضاءات من تاريخ المرسم الحسيني في سياق إحياء ذكرى المرحوم عبد النبي الحمر المؤسس والقطب قطب المركز أو ومؤسس الجمعية، والذي كان له دور كبير في إحياء هذا الصرح وإعطائه كل الاهتمام والعناية إلى أن بلغ ما بلغه من نجاح ومن شهرة وما تم تحقيقه طيلة 17 عاما منذ بداية التأسيس في عام 2001. والمرسم الحسيني أصبح في الواقع أيقونة يشعر بها كل من زار العاصمة المنامة في موسم عاشوراء من كل عام. في هذه الليلة يتحدث الأستاذ رياض الذهب رئيس جمعية المرسم الحسيني، ثم يعقبه الأستاذ قاسم حسين رئيس اللجنة الإعلامية في المرسم والكاتب الصحفي، ثم نستقبل المداخلات من الأعضاء بقية الأعضاء المؤسسين والفاعلين في هذا الصرح الحسيني. نبدأ مع الأستاذ رياض الذهب وحديث مقتضب حول تاريخ المرسم وأبرز النشاطات وملابسات وظروف تأسيسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون في هذا المجلس، مجلس العم أمير بن رجب، هذا المجلس الثقافي الذي يعد ملتقى من الملتقيات الثقافية المرموقة في البحرين، ويكون محور اللقاء عن المرسم الحسيني ومسيرة المرسم الحسيني وعن الأخ عبد النبي الحمر وعطاءه في هذه المسيرة. لذلك أرى أن من الواجب أن نقرأ سورة الفاتحة لصاحب المجلس العم عبد الأمير والأمير بن رجب والأخ المرحوم عبد النبي الحمر الفاتحة. عندما تلقيت اتصال من الأخ ياسر بن رجب للحضور وإلقاء، هو قال محاضرة أو لقاء، المهم هو أن أكون في هذا المجلس، تشرفت بهذا الواجب. وأسأل الله أن أوفق في ما سوف أقوله. يمكن بعض الأحيان راح أستعين بالأخوان مع المرسم في بعض الأشياء، لأن الذاكرة مو هالقد مثل الأول، فيمكن تواريخ ولا أحداث بالأخ قاسم حسين، الأخ محسن العريض وبقية الأعضاء. راح يتقسم الحديث إلى قسمين. القسم الأول المرسم ومسيرة المرسم، والقسم الثاني راح نتناول فيه عطاء
الأخ المرحوم الأستاذ الحاج عبد النبي الحمر. تؤسس ولا أسس المرسم سنة 2001 في ليلة من الليالي المباركة، ألا وهي ليلة الغدير. تم الاجتماع ما بين 6 أشخاص لتداول فكرة تأسيس المرسم، ولم يكن المرسم بالصورة اللي احنا نشوفها، إنما كانت فكرة جدا بسيطة. الفكرة كانت إن احنا نحضر بعض الفنانين ونخليهم يرسمون وخلاص، يعني كمشاركة من الفنانين وإحنا نقوم بالفكرة. ما بين 6 اللي كانوا حاضرين ليلة الغدير في 2001 تم النقاش واتفقوا ما بينهم هذين 6 على أساس إنه يؤسس المرسم اللي نشوفه الحين. بس بداية تأسيسه ما كان هذا المرسم، بداية تأسيسه كان مرسم جدا متواضع، وكان مقره ومقر المرسم ما بين ماتم العريض وماتم الرجب في ظهر ماتم محمد حسين مال النسوان، أغلبكم أعتقد لحقتون عليه. إلا الحين محل الماء وتقسيم الشربات وكذا مال بيت العريض. فتمت تنفيذ الفكرة، تم تنفيذ الفكرة. فكانت الفكرة أن يبدأ المرسم من أول ليلة إلى ليلة 7 لسبب بسيط، لأن ليلة 8 خروج المواكب الحسينية وإحنا موجودين في الممر هذا، فلازم أن إحنا ننسحب ونخلي المواكب تمشي لا نعيقها ولا كذا. خصوصا لما أسسنا من أول ليلة إلى 7 شفنا المرسم حجز الشارع وصار عليه حضور. نرجع إلى من ليلة 11 إلى ليلة 7 وصار أول ما أسسنا المرسم إلا صار الآتي. حطينا بلاوة 2 أو 3 على الماتم، وحطينا لنا حطبتين نوع المسند كذي، يعني عشان الكنفس يقعد عليهم وقومون رسامين رسمون. أول ليلة جو لنا 6 أو 7 فنانين من الفنانين المعروفين في البحرين ورسموا، وإحنا وياهم وما زلنا كأننا في حلم قاعدين نقول إلى وين بيأدي هذا اللي سويناه. رسموا وقعدوا يشتغلون. حطينا حاجز ما بينهم الرسامين وما بين الجمهور اللي يتفرج. أول ليلة ثاني ليلة حوالي 10 أو 20 صاروا 100 أو 200، العالم زايدت. إنزين إذا العالم زايدت المسؤولية زادت، فصار الترتيب إن إحنا نستقبل الناس ونتكلم إياهم وشن المرسم وفكرة المرسم وما أدري شنو من هالكلام. بعدها وأتكلم عن السنة الأولى وأول 7 ليالي في عمر المرسم. بعدها أخذ المرسم، يعني إحنا صحيح كنا في المرسم لكن قاعدين نلاحظ الحركة اللي تصير، صارت حركة غير متوقعة إحنا ما كنا نتوقعها. من هذه الحركة من الجمهور والتجاوب والناس لكن احنا بعد في نفس الوقت نحاسب الى
إلى يعني شارع سيارات تمر وتروح وتجي وغير. المهم مشت 7 أيام الأولى هذه من أحسن ما يكون بترتيب. وترى يا أخوان ويا جماعة إحنا من صار المرسم إلى الحين إلى اللحظة اللي أنا أتكلم إياكم فيها، إذا كان هناك توفيق ولا أي شيء حصل على المرسم من ظهور كذا فهو ببركة الإمام الحسين. يعني ولا نعتقد أن بسبب بس مجهوداتنا وعطائنا وتعبنا، هذا كله حاصل يحصل في أي مكان، لكن إذا ما كانت هناك بركة من الإمام الحسين ومن خدمة الإمام الحسين ومن آل البيت، هذا كل العمل ما نكتب له النجاح. يجب أن يكون هناك شيء من البركة وشيء من الإحساس بالبركة مالت الإمام الحسين وخدمة الإمام الحسين، وهذا ما يشعر بهالشعور الإنسان إلا ما شاف الخط في أي مجال كان، المرسم الماتم السقماي مضيف ما أدري شنو. بركة الإمام الحسين. وبعدين مثل ما قال أحد الراحلين رحمة الله عليه، كل ما لدينا هو من الإمام الحسين، شيء لا أبينا، ركبنا راسنا، واحد عاند واحد قال لا هذا مجهودي هذا بذاتي هذا عطائي. صحيح يمكن يكون صحيح، لكن النهاية إذا ما تحل البركة كل عمل ما فيه خير. نرجع إلى موضوع المرسم. 7 أيام وش اللي حصل إخواني؟ حضرت لنا شخصيات من المجتمع وحضرت لنا علماء اللي كانوا في البحرين هني، وفوق المتوقع يعني كان الواقع أنه فوق المتوقع أنه يحضر لنا سيد جواد وداعي الله يرحمه وشيخ أحمد وشيخ عيسى قاسم وغيرهم غيرهم. لا مو بس حضور، لأن احنا بعد فتحنا المرسم وكان عندنا توجس، هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز هذا كذا، فحضورهم كان نوع من الغطاء الشرعي لنا احنا اللي كنا نحتاجه. فحضروا وسجلوا كلماتهم في الدفتر الجمعية، دفتر سجل الجمعية. لا مو بس حضور، يعني الواقع كان تشجيع دفع إلى قدام، انطلقوا امشوا عدل، والمحاضر الشرعية اللي انتم خايفين منها واللي احنا بنوجهكم في هذه المحاضر هذه كلها ان شاء الله اذا انتم اصلا اللي اسسوا المرسى من وين جايين؟ طالعين من تحت المنابر الحسينية وحسينيين وغيره، فيعني هذا الشيء كان يسهل الأمر. فلقينا كل تشجيع أولا من ناحية علمائنا الأفاضل الموجود منهم والمتوفي منهم الله يرحمهم، وتشجيع من المجتمع أيضا، من المجتمع متمثل في أصحاب المآتم، أصحاب الجمعيات الأهلية، أصحاب المواكبة، يعني في تشجيع. وكأن الفكرة هذه كان يحملها كل واحد، لكن نفذوا هذيلين الستة. فالحمد لله الفكرة لاقت القبول والاستحسان من الجميع. إنزين الحين واحد بيجي يقول لي ما مش انتقادات ما حصلتون كذا، بلا موجود أي عمل موجود انتقاد موجود، وجهات نظر مختلفة. أنت بس سوي لك عمل تشوف 1000 واحد يقترح عليك 1000 اقتراح، وإحنا أخذنا باقتراحات واجد واقتراحات ما أخذنا فيها بسبب ظروف
وبسبب ان احنا نعلم اشياء ما يعلمها غيرنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه كانت حالة المرسم في السنة الأولى أول 7 أيام. الإقبال كان شديد، إذا كنا نتوقع أن بيجاوبون إيانا 200-300 جاوبوا إيانا ألوف جاوبت إيانا. وطبعا هذا شيء نفتخر به من فخرنا بعطائنا للإمام الحسين سلام الله عليه. وش اللي حصل بعدين؟ يوم 7 قفضنا أغراضنا كل شيء، ومحل المرسم صار اللي هو ماي وتقسيم ماي وشربات ومدروه، رجع على ما كان عليه. إنزين إحنا عقب ما خلصنا 10 أيام أول سنة 2001 وسوينا، اجتمعنا مرة ثانية. عقب ما اجتمعنا وش كان الهدف من الاجتماع؟ إن إحنا إذا كان المرسم بهالصورة هذه وبالإقبال هذا، وش الواجب علينا؟ وش شلون بنمشي في الأمور الثانية؟ فاللي صار اجتمعنا وبعدين قررنا أن المرسم كان اسمه المرسم الحسيني، إنه يصير جمعية المرسم الحسيني للفنون الإسلامية. إذا احنا بنصير جمعية لازم نمشي في نظام الجمعيات. قدمنا طلبنا، إنزين يا جماعة إذا بنشتغل السنة اللي بعدها هذا المحل ماشي اللي احنا فيه ولا يوالم يعني أبدا. فش اللي صار؟ أعتقد محسن اشتغلنا السنة الثانية بعد في نفس المكان سنة واحدة اشتغلنا في المكان اللي هو عند بيت العريض صمات محمد حسين، وتمينا ندور محل علشان وين يكون المحل. أول كان قرارنا إن لازم يكون محل في سير العزي أساس يكون يعني موجودين والناس تشوفنا تحضر لنا. دورنا المحل في الفريق مني هالصوب محلات واجد، بعدين اهتدينا نروح إلى المقر الحالي اللي تشوفونه الحين موجود. هذا المقر وش كان؟ كان عزكم الله محل إخمام. هذا المحل اللي تشوفونه الحين مرسم كان يفتتوا فيه الإخمام. فأخذنا إذن من صاحب الأرض ومن أصحاب المحل وقلنا لهم بننظف المحل وكل شيء ونسوي للمرسم. قالوا تفضلوا. ونشكرهم جزيل الشكر، وإني أحب أن أوجه الشكر إلى مأتم العريض وإدارة مأتم العريض لأن تعاون ويانا في المجال تعاون كبير، كذلك إلى بيت المرحوم لأن هني كان بيت عيسى النوخدة، بس مو عيسى النوخدة هو اللي يملك الأرض، بيت المرحوم أعتقد محمد صالح القاضي اللي كان قاضي صار في مجلس الشورى محمد. أي نعم. فأوجه لهم الشكر لأن تعاونوا ويانا بصورة وبطريقة جدا ممتازة، ونوجه لهم الشكر وجزاهم الله ألف خير هم وإدارة مأتم العريض. فحطينا نظفنا الأرض
وحطينا فيها الطوب الأحمر وحطينا وحطينا وسوينا وصار اللي هو الخيمة. إذا تذكرونه كانت الخيمة أول ما صارت. عقب ما صارت الخيمة صار عندنا مكان واسع وفي إمكاننا إن نتوسع. فاللي صار إن توسعنا وصار في ترتيب أفضل من السنة الأولى والحمد لله. إنزين إذا صار في توسع معناته المسؤولية زادت، الناس زادت، ناس طالعة وناس داش المرسى مرايحين وكذا. فكان هناك لجنة استقبال وكان هناك لجنة علاقات وكان وهذه اللي تسمع لجنة ولجنة ولجنة. ما زلنا نتحكي في المؤسسين الستة، صاروا يمكن 10 مو مؤسسين لكن زادوا وساعدوهم بعد أشخاص وغيره. المرض بدل مرسم ياخذ صورته شوي شوي، تمت الصورة تتضح. إنزين إذا إحنا بدينا نرسم أول سنة لوحات ونرسم، هل بظل المرسم على ما هو عليه بس لوحات ورسم؟ اختلفت الأهداف. أول سنة قال الهدف إنشاء مرسم ورسم لوحات وخدمة للإمام الحسين في مال الله. إنزين الحين وش بصير لما المرسم توسع؟ ما زلنا نشرف خدمة الإمام الحسين، لكن إذا عندنا مجال ليش ما نتوسع؟ طبعا يا أخوان أتحكي عليكم التوسع في الأهداف. فتوسعنا في الأهداف وصار من تأسيس المرسم. عموما أذكر لك من ناحية التأسيس، تم التأسيس واللي هو تقديم التأسيس في الوزارة أو عدد المؤسسين من 6 إلى 138 مؤسس. فلكن يعني لكم جميعا أن تتخيلوا من 6 أشخاص إلى 138 مؤسس. وش معناته هذا؟ معناته القبول والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا والمؤسسين من ضمن 138 مؤسس الطبيب، رجل الأعمال، العامل البسيط. يعني أقدر أقول لك من المؤسسين إذا طالحهم وتستعرض أسماءهم تشوفهم خليط غريب، خليط غريب عجيب. والسبب ليش احنا اخترنا هذه المؤسسين؟ هذا النوع من الخليط راح يخلي الجمعية لها عطاء فريد من نوعها. يعني لما تأسس لك جمعية معينة وتجيبهم كلهم من صورة معينة، فصور وش يصير العطاء؟ صورة المؤسسين، العطاء انعكاس المؤسسين. فلما يكون خليط من المؤسسين، من العامل، من الموظف، من الدكتور، من الطبيب، من وهذا من أسباب قوة المرسم، إن خليط من المؤسسين. وضعنا أهداف المرسم وكل شيء، الأهداف واضحة في له تأسيس اللي وضعناه وقدمنا للوزارة. وكان من الأهداف الرئيسية للمرسم الحسين الواقع واللي احنا مصرين عليها، كان هدفنا الإنسان. الإنسان أي إنسان؟ أنت إنسان، أنا إنسان، فلان إنسان، كل إنسان، الأسود، الأشجار، الأحمر، الأخضر، الأبيض، اللي يكون. ومن طلقنا من وينه؟ الله يرحمه الأستاذ عبد النبي الحمر دائما
يكرر لم يكن لك أخا في الدين فنظير لك في الخلق. إنزين الإنسان اللي نقصد إحنا أي إنسان إحنا نقصد بالواقع إذا بغيتون نقصد التسامح الشفافية الصدق. أنا أم إنسان أنا أتكلم إياكم الحين أقدر أتكلم بأي صورة من الصور بأي شكل من الأشكال يمكن كلامي جميل ومرتب وحليو من أحسن ما يكون اطالع سلوكي صفر. اطالع سلوك الإنسان صفر فصارتنا مشكلة اللي هي مشكلة عقلية يعني تقدر تسميها اللي هي التوازن ما بين الكلام والفعل وراح نعرف على سيرة الكلام هذا ويا الكلام اللي راح تكلمه مسيرة المرسم راح نعرف شو معنى الكلام هذا. فدائما المرحوم عبد النبي الحمار كان يكرر على الإنسان أولا وأخيرا وكان دائما يقول مقولة الإمام الحسين سلام الله عليه إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولكني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فإذا إحنا نمشي على النهج الحسيني وعلى سيرة الإمام الحسين فإحنا أيضا نقصد الإصلاح والإصلاح اللي نقصده في الإنسان نفسه. فأشوف أن المجال شوي ضيق لأن الأخ القائم على اللقاء والحريف الحفل يقول لي باقي 5 دقائق وانا كنت اعتقد توني مبدي. قال لي 5 دقائق وانا اعتقد توني مبدي بغيت اتحكم منين للصبح. لا الحين بعد ما قال 5 دقائق لازم اقول ان شاء الله. والموضوع راح يختصر نفسه لكن بكسبه 5 دقائق واقول لكم ان المرسم مشاركاته من ضمن اهدافه شارك في يمكن تستغربون شارك في جمع التبرعات للسونامي ضحايا سونامي الإعصار شارك في ربيع الشهادة الأول وأكرر الأول في العراق بدعوة من مكتب سماحة المرجع السيستاني وشارك في سويسرا وشارك في عدة دول الخليجية. عموما خليتنا هسه وش أقول عموما إن شاء الله ويا الأخذ والعطاء ويا الأسئلة وهذه نستعرض بعض الأشياء. وأشكركم وأشكر حسن سماعكم وتفضل. شكرا جزيلا. نشكر الأستاذ رياض على هذه الكلمة في الواقع الثرية والمتوازنة الثرية في معلوماتها والدقيقة وإن كنا يعني إحنا متشوقين لمعرفة المزيد عن هذا الصرح الحسيني ولكن طبعا نظرا لضيق الوقت ولتوقعنا بأن هناك الكثير من المداخلات التي راح تضيء جوانب لم يتطرق لها الأستاذ رياض نظرا لضيق الوقت الآن مع كلمة أيضا مقتضبة للسيد قاسم حسين رئيس اللجنة الإعلامية في المركز فليتفضل. بعد ذلك راح نتلقى المداخلات من الأخوة بس رجاء قبل كل مداخلة يا ريت الشخص يعني يعرف بنفسه حتى
يعني الفيديو يكون متكامل. تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. في البداية أريد أن أشير إلى بداية المعرفة والتعرف على المرسم الحسيني. طبعا الأخ رياض رئيس المرسم الحالي قدم نبذة موجزة عن التاريخ الأولي. أنا شخصيا دخلت على المرسم بعد ربما بعد سنتين، وكان تعرفي على المرسم في السنة الأولى أو الثانية كواحد من الجمهور. في تلك الفترة لم أكن أعمل في الوسط، الوسط لم تصدر في العام الأول. في العام الثاني 2002 عندما حل موسم عاشوراء تم اقتراح، أو بالأحرى قدمت اقتراح لإنشاء صفحة خاصة بعاشوراء بحيث تغطي أخبار وأنشطة الموسم، فتم قبولها من قبل رئيس التحرير، واشتغلنا على فاشتغلنا على تخطيط الصفحة وتبويبها. وفي هذه الفترة كان المرسم الحسيني في بداية صعوده، فكانت فرصة للتعرف على المرسم وحضوره وإجراء مقابلات. ابتدأت بمقابلة مطولة مع المرحوم الأخ عبد النبي الحمر، كانت هذه أول العلاقة بالمرسم. في السنوات التالية أخذنا يعني باستمرار نغطي المرسم بعد أن أصبح أحد أيقونات الموسم وأحد الأنشطة الرئيسية في موسم عاشوراء، فأخذنا نتابع يعني حتى في السنة الواحدة مرتين ثلاث نسوي تغطيات، نهتم باللوحات وأحيانا نهتم بإبراز الخبر مع المرسم على الصفحة الأولى أو على الصفحة الأخيرة بحضور الأخ المصور محمد المخرة، كان من ضمن المداومين على التصوير. فأخذنا نهتم واجد بالمرسم. بعد عامين ثلاثة تحول المرسم إلى جمعية رسمية، تم التسجيل رسمي وتحويل المرسم إلى جمعية مسجل أو بعد خمس سنوات تقديم الطلب. أيوة زين. ففي هذه الفترة بعد ما تحولت إلى جمعية رسمية دخلت من ضمن الإدارة، ترشحت للإدارة وحبيت أعمل كأحد المتطوعين. فكان البداية من خلال التغطية الصحفية. في الأخير وجدت نفسي حتى الآن من ضمن الإدارة الرسمية، أخدم في هذا في هذه المؤسسة الجميلة هذه. بالنسبة إلى العلاقة بالأخ عبد النبي الحمر، كان من أول المقابلات التي أجريتها معه، كان هو الناطق الرسمي وهو القطب المؤسس للمرسم وهو أبرز شخصية. وهي المكانة اللي اكتسبها كانت بفضل عطاء وتواجد 24 ساعة وسهرة على المرسم ورعاية المرسم. ومن الأشياء التي شدتني إلى نقطة مهمة جدا، وهو أنه من القلائل جدا الذين التقيتهم بعد فترة من الغربة، 15 سنة من الغربة، من القلائل الذين التقيت بهم ووجدته يتكلم بين فترة وأخرى عن الدكتور شريعتي، علي شريعتي. علي شريعتي واحد من المفكرين الكبار الذين أسهموا في الحراك الذي حدث في إيران، واستشهد وتم تصفيته بالسم في لندن في 77، وكان اغتياله بهذه الصورة الغامضة من ضمن الأسباب التي حركت الشارع الإيراني باتجاه الثورة والتي أدت إلى الانتصار في سنة 79. فحديث الأخ عبد النبي الحمر يعني شدني إليه، لأني كنت قارئ أفكار شريعته وأعرف منزلته. عندما عدت إلى البلد قليلا ما أسمع أحد يتكلم عن شريعته، كأنما أصبح شريعته من الماضي، قليل اللي يذكرونه خصوصا اللي يمكن في جيلنا أو في سننا. الآن لو تذهب لأي مكان تكلم عن شريعته ربما ما تحصل من 100 شخصين أو ثلاثة يعرفونه. فهذه من النقاط التي جذبتني وشدتني للارتباط بهذا الشخص. أمر آخر،
كان المرحوم يتكلم عن الشأن المحلي والإقليمي باستمرار. كنت كثير أجلس معه وأتحاور معه وأتكلم في كثير من الأمور. والطرح اللي يطرحه كان ينم عن وعي وأيضا متابعة للشأن. عنده وعي سياسي وعنده وعي فكري. فكان هذه من أحد الأسباب التي جعلتني أرتبط به أيضا. وكان مهموما أكثر شيء بالوضع العراقي. طبعا من بعد 2002-2003 صار الغزو ويعني وانحدر العراق وأخذ يتعرض إلى سلسلة التفجيرات والقتل، وتعرض الشعب العراقي إلى مجازر يعني خلال هذه الفترة. فالمرحوم الأخ عبد النبي الحمر كان واجد مرتبط بالوضع العراقي. أثناء حديثي وياه كان كثير يتكلم عن العراق، يعني ربما يعني إذا ما كان نفس مستوى حديثه عن البحرين إذا ما زاد عن حديثه عن البحرين يعني واهتمامه بالشأن المحلي. كان كثير الحديث عن الشأن العراقي. وقد أسفت كثيرا لأنه في رحيلة المفاجئ كان فقط قبل يومين من تحرير العراق، يعني من تحرير الموصل يعني بعد رمضان بيومين ثلاثة الأخ توفى. وربما يذكرون بعض الشباب من أول ما لقيتهم كنت أقول لهم يا ليت يعني امتد به العمر يومين فقط على أساس يسمع هذا الخبر تحرير الموصل على أساس يطمئن قلبه، ولكن تقدير الله والأجل المحتوم يعني الله يرحمه. الأخ عبد النبي الحمر كرس حياته إلى المرسم لهذه الجمعية وأعطى كل جهده. وكان المرسم الحسيني يمثل له بيتا آخر وأسرة خاصة. كنت أفكر في شأن هذا الرجل الذي لم تسمح له الظروف لتكوين أسرة صغيرة عائلية وإنجاب أولاد وغيره، ولكن الله أكرمه بأسرتين. الأسرة الأولية النسبية أهله وبعض الأهل الحاضرين هنا، واكتشفت ارتباطهم الشديد به، يعني أولاد أخته أولاد يعني من عائلة مرتبطين جدا به يعني. والشيء الثاني الله أبدله بأسرة أخرى، أسرة أكبر من خلال المرسم. ألاحظ في هذه الفترة يعني من خلال الأيام التعزية زين يعني حرص الفنانين اللي رعاهم وجمعهم وأسس لهم هذه المؤسسة وقدم لهم هذا الحضن الدافع للعمل والعطاء، شفت يعني مقدار التفافهم حوله وحضورهم الدائم في أيام العزاء. كانوا بعضهم يحضرون الصبح والعصر والليل، كان حضورهم دائم يعني. فهذا الله أكرمه بدل أسرة لم يوفق، لم يكتب له أن يؤسس أسرة صغيرة من زوجة وأولاد، الله أكرمه بعائلتين كبار يعني العائلة النسب أولاد الأخت أولاد الأخ غيره، والأسرة الثانية الأسرة الفنية اللي يكونون له حسب تقدير حب شديد وارتباط وجداني كبير. أيضا من ضمن المناظر التي لا يمكن أن أنساها يوم الرحيل أو حادثة الرحيل. الرحيل كان سريع جدا ومفاجئ، يعني دخل المستشفى في الليلة الثانية أو الليلة الثالثة، جاءنا الخبر عن الساعة 12 تقريبا بأنه يعني انتقل إلى جوار ربه يعني. في الليلة الثانية أحد الأخوان راح زاره في المستشفى، وكان عندي أمل بأنه بيتحسن حسب كلام الأخ بأنه شوي فتح عيونه ولا شيء، نقول إن شاء الله بعد يومين ثلاثة يتحسن وضعه ويمكن يتكلم ونزوره. بس يعني الانتقال وحكمة ربك يعني اختاره إلى جواره بسرعة يعني. فالرحيل كان سريع ومفاجئ. التشييع
هذا الرجل كان مهيبا ومليعا بالرموز والإشارات، فالحركة مع مال التشيع خرجت من مأتم إلى مأتم، من مأتم بن رجب هاي المنطقة اللي عاش فيها وأحبها وارتبط بناسها، خرج من مأتم من رجب ودخل مأتم العريض، ومن مأتم العريض إلى المرسم، هذا البيت اللي عاش من أجله وكونه، وتحرك إلى المقبرة. في المقبرة من قبل لا يوصل المقبرة مر بأحد الأماكن المهمة أمام الكنيسة، عندما وصل إلى يعني عندما عبرنا الإشارة وصل قبال الكنيسة، تبادر كثيرين إلى التقاط الصورة. الصورة يعني مملوءة بالرمز ومملوءة بالشاعرية وبالدفء وبالمحبة، يعني هذا الشخص كان أحد الرموز البارزة الذين دعوا إلى الوحدة والتسامح والتعايش والتقارب بين الأديان. لم يكن يفرق، يعني هو عاش في بيئة متسامحة في قلب المنامة. إحدى المرات من أول تعرف عليه دعاني إلى يعني إلى أن يصطحبني داخل أزقة المنامة. المنامة كنت أقطعها روح وجي فيها، بس ما كنت منتبه لها النقطة اللي نبهني إليها، وهي شنو؟ بأن المنامة حي المناطق، يعني المنطقة القديمة زين ما تم العريض وهو رايح غربا، يعني تحصل فيها ما تم بعض المواطن وفيها بعض المساجد مال سنة ومال شيعة وجوامع وما أعرف شنو، وفي مال هندوس وفي مال واسمه البونيان. أول مرة أكتشف وصراحة ذهلت، يعني نبهني لهي النقطة، قلب المنامة هذه وروح المنامة هذا اللي تعكس المنامة. ولاحقا كتبت عدة مرات مستشهد بهذه الحادثة، هذه هي المنامة التي تمثل البحرين وتمثل جوهر ووجدان الشعب البحريني، شعب منفتح ليس عنده عقد تجاه الأجانب، لا يكره الأجانب، منفتح مع الجميع، استقبل الجميع، ولهذا السبب كل ما يحاول البعض اتهامه بالعنصرية أو الانزالية أو غيره شيء مردود عليه. المهم في هذه المنطقة هو من أول من لفت نظري إلى يعني هذه الفكرة، نبهني إليها وكتبت عنها عدة مرات. عند مرور على الكنيسة بادرت وبادر الكثيرون، ربما بعضهم حاضرين الآن، صوروا ونشروا على الإنستغرام اللقطة هذه، والنعش يسير باتجاه المقبرة أمام الكنيسة، كانت لقطة رائعة معبرة مشحونة بالدلالات. هذا هو الرجل الذي عمل بالمرسم وعمل على تأسيسه ورعاه، يمر الآن عبر يعني عبر الكنيسة زين، ليقول لنا هذا ما عملته من أجله، هذا هو يعني الرسالة التي حملتها طول حياتي، مسألة أو رسالة التسامح والمحبة والتعايش والانفتاح، وهذا هو جوهر ووجدان الشعب البحريني. طبعا الرحيل كان مفاجئ ومؤثر جدا وسريع، وحتى الآن ارتبطنا بالأخ عبد النبي مدة هي بالنسبة لي 15 سنة، الأخوان المؤسسين 15 سنة 17 سنة، أنا شخصيا علاقتي به 15 سنة، بس أشعر بأن افتقدت الأخ الأكبر. حتى الآن لا أتصور أني سأدخل المرسم ولن أجده. الفاتحة. مشكور سيد رحم الله والديك. أنا طبعا كانت لي علاقات طفولية مع المرحوم عبد النبي الله يرحمه، بس ما أدخل في هذه التفاصيل، وإنما أود أن
يعني المرسم لإرهاصات كثيرة كانت واجهها، فمن ضمنها اللي هو المقر. وأرجو لو تفضلون تطرحون لنا شنو كان المراحل عانى منها لما وصل للحين في المقر. ومشكورين أحسن الله يرحمه إن شاء الله. مشكور أخوي ميرزا، وأشكر أيضا الأخ قاسم حسين اللي أضاء على شخصية المرحوم عبد النبي الحمر، لأن شوي ما حصلت لي الفرصة لضيق الوقت، ولكن الأخ قاسم حسين ما قصر، والكلام اللي قاله عن عبد النبي المرحوم أخونا عبد النبي كلام جميل، ولو أنه كلام مغتضب، لأن عبد النبي الكلام اللي تكلمه السيد معرفة 15 سنة. أنا ويا عبد النبي الله يرحمه المرحوم 45 سنة بحكم العيشة في فريق واحد، أقل شيء معرفة 45 سنة. الحين بفكر في اسمي في عمري كيفكم؟ تمام صار 60 تقريبا. أخوي ميرزا مشكور على سؤالك. الواقع الإرهاصات كانت صعبة جدا للحصول على مقر، وهذا سؤالك على قولتهم جوت الجرح انت من محل ما يألم، لكن الحمد لله اليوم الجرح هذا مو موجود، لأن المقر قائم والجمعية قائمة لله الحمد. المرسم مثل ما قلت لك ان كانت هذه مزبلة كرم الله السامعين، واحنا اسسنا وسوينا حطيت ضابوب وحطينا الخيمة. هل صار هذا المقر؟ لا. بعدين طلبوا وما تم العريض ان هذا اصلا المحل اللي احنا فيه اليوم هذا وقف الى ما تم العريض، وقالوا ما تم العريض بنبني، معناته لازم نشيل الخيمة ونشيل هذا كله علشان يبنون، وهذا من حقهم وهذا شيء طبيعي. فبنوا البناية، والبناية يا جماعة هي وقف إلى ما تم العريض، اصلا وقف الى ما تم العريض. شلون مثلا؟ بعد 7 سنوات بنوا الماتم، عفوا بنوا البنايه. انا اذكر حتى البنايه اول سنه ما كانت بارده، بعد هي ما شطبت ولا غيره ولا هذا، سوينا المرسم برا وسويناه في الممر اللي ما بين البناية وما بين الذكاكين من جهة اليسار، ومشى المرسم. والسنة اللي بعدها أخوي ميرزا، السنة اللي بعدها برز المحل وصارت الذكاكين وكل شيء. إنزين الحين شلون وضع المرسم؟ وش بصير للذكاكين مالنا، للمحل مالنا؟ أخذوا عطاء أخذوا عطاء. وما زلت أكرر أقول الشكر لما تم العريض، لأن إحنا نشعر وش اللي سووه. دشوا في النقاش هي إدارة الأوقاف، وقالوا لهم هذا المرسم الحسيني لا يمكن يطلع من هنا. الأوقاف إيش قالت؟ قالت ما علينا نعطيهم من الدكاكين ولا المقر الحالي، وناخذ عليهم أجار حالهم حال غيرهم. ما تم العريض، ولما أقول ما تم العريض أقصد القائمين على ما تم العريض.
مات مع الريض قلب ليهم، يعني لاحظوا الكلام مال بين ماتم العريض والأوقاف والمرسم قاعدين على الكرسي يتفرجون. نتفرج لا كنا نتابع عن كثر. فقاموا الأوقاف قالوا ليه وش رايكم؟ قالوا ليه ماتم العريض راينا إن تأخذون عليهم إيجار رمزي، لأن ما عندهم إمكانيات مادية ولا هذه لين جمعية منفعية تبيع وتشتري وتدخل بيزات ولا شيء. وبعدين أصبح المرسم لعلمكم يعني وعلم الأخوان جميعا صار رمز من رموز المشهد العاشورائي في البحرين، يعني الأخوان الجمهور مآتم الفريق البحرين كلها كانت لا يمكن يتصورون اللي انه يصير محرم من غير مرسم. وهذا الكلام احنا سمعناه وحسينا فيه وشعرنا فيه. فقامت الاوقاف مشكور عطتنا المقر الحالي بسعر ما نقول رمزي لكن نقول معقول، لان اذا رمزي تفكرون قليل، المعقول معقول بسعر معقول الا احنا نقدر نتحمله ولا احنا نقدر. وقعنا اياهم عقد ومشت الامور، ولكن بعد عقب ما مشت الامور ويا الاوقاف دخلنا وياهم في عده امور ما احب اذكرها على المره الاجار كم وهسه يمكن زيد وعشره فلما المهم هذه مواضيع قلنا لهم احنا ما نستطيع لا عشرة ولا هكذا، المهم ما نقدر. فالحمد لله الامور مشت. فما ادري ميرزا اذا وفينا بالكلام ولا. مشكور. السلام عليكم، يعطيكم العافيه جميعا. احب بس يعطيكم العافية جميعا ورحم الله الأستاذ المرحوم اللي راح نفتقده في المشهد العاشورائي لهذا العام. أحب أشير إلى نقطة، إلى أني لست رسامة ولا عملت ولا شيء إلى المرسم، إنما كنت من جموع الجمهور فقط. فاللي ثبتني وشدني عام بعد عام أتابع وأسأل وأتتبع فعاليات المرسم وأذهب كالعادة يعني مجرد متفرجة أو أغطي الحدث يعني فقط لا أكثر، فما أعتبر نفسي أني عملت شيء. اللي ثبتني في هذا هو الأستاذ المرحوم، كان يولي اهتمام حتى إلى الجمهور. النقطة الأخرى كان مثل ما ذكر الأستاذ رياض، العطاء يناسب الشخص والشخص يناسب قيمة العطاء. أحب أذكر موقف حدث معاه في أوائل الفترة اللي تعرفت فيها عليه، وهي كانت في فترة تموز 2006. ففي واحدة من الاحتفاليات الأولى اللي ذهبت معاه فيها لاحتفال بذكرى مولد المسيح عليه السلام، كان أحد الزوار الأمريكان سألني سؤال يسأل عن الفرق بين الشيعة والسنة. انجريت شوي وجاوبته بشكل مختصر بدون إساءة أيضا. فلما قلت له هذا الشخص سألني هذا السؤال، عرفني التقنية الصحيحة إلى التعامل مع هذه الأسئلة ومع الأجنبي، بما أنه هو أيضا صار محاط بجمهور أجنبي ومتنوع سواء كان الأعراق أو الأديان، صار عنده إحاطة ويعني حذر كيف يتعامل بأي طريقة بدون أن يسيء، بدون أن يعني يتغلغل، أو بدون ما أيضا شو أقول يفرط، يعني لا إفراط ولا تفريط. فهذا موقف ظل خالد عندي في ذاكرتي لدرجة أن للآن أتذكر اسم هذا الأمريكي وأتذكر شكله وأتذكر وين قعدنا في الجواد فود جاردن. وتبعتها أيضا مواقف أخرى برهنت هذا الشيء. وأفخر أن في العام الماضي في شهر محرم سجلت زيارة أخيرة ولقاء ما قبل الأخير معه، سجلت فيديو يمكن كان مدته 4 دقائق استرسل فيه في الحديث بدون ما أسأل، يمكن سألت فقط سؤالين هو استرسل، كانت بصحبتي أختي وتسرع فيه، لكن أنا كنت مستحبة أني أكمل.
والآن الوقت برهن ليش استحبيت هذا الوقوف وليش هو استحب هذا الاسترسال. فأختم بقوله قال لي: ليش سميناه بالحسيني، المرسم الحسيني؟ حتى يكون إلى الجميع، ليس لمنطقة ولا لأفراد معينين ولا لتحزبات معينة. وشكرا. جزاكم الله خير جميعا. وياكم محمد حسن الحمران. الباب اذكروا محاسن موتاكم، فبس كلمة قصيرة دقيقة واحدة. يعني الأسد عبد النبي صراحة يعني غني عن التعريف. اللي حبيت أقوله أنه رجل عمل، يعني يحب العمل صراحة، وتعلمنا منه يعني الإقدام والمبادرة والابتسامة اللي ما تفارق شفتيه، وحب للعمل والإخلاص والتواضع. وتعلمنا منه أنه يعني كائن غامض، ما كنا نعرف عنه شيء إلا من متقربنا إليه. كان يخدم الكبير والصغير، وكان مثقف يعني من جميع النواحي، وخصوصا في اللغة يحب البلاغة يعني، ويتكلم حتى لو عامي أو أي كلمة إليه كانت يعني مشبعة بالبلاغة والفن والوصف الدقيق، يعني بس بدون ما نلاحظ هاي الشيء صراحة. وكان يعني تعلمنا منه، طلعنا من شو اسمه، يعني احنا كنا نحب التواضع والكذا، لكن بهالشكل شفنا مثال عملي امامنا، يعني نشتغل بدون ما نحس ان احنا نعمل او نتواضع وكذا. فالله يرحمه وجميع المؤمنين والمؤمنات ان شاء الله. وشكرا. لدي سؤال سريع بالنسبة إلى على مدى 17 عاما من هذا الإنجاز وهذا العمل الجميل والرائع، الإنتاج الفني من لوحات ما مصيرها بعد هذه بعد 17 عاما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المتحدث عبد الأمير زهير. في الواقع احنا يعني عاجزين عن الشكر الى القائمين على هذا المعلم الثقافي بيت أمير رجب المرحوم، وايضا نشكركم على اختيار الموضوع واختيار الشخصية. وإحنا اليوم أنتم قسمتوا هذا الموضوع إلى قسمين: قسم اهتم بالمرسم، تأسيس المرسم، إنشاء المرسم إلى أن أصبح معلم وجمعية، ثم انتقلتم إلى الشخصية الباذلة المجتهدة التي أعطت العطاء الثري الكثير، وأيضا اهتميتون اهتميتوا أيضا بأخلاقيات الشخص وأدبياته، وهذا شيء عظيم جدا. في مطلب صغير، يعني إحنا الآن قاعدين نوثق، فوثقنا عملكم 17 سنة من الجهد والبذل والعطاء والعناء في سبيل إرساء هذا المرسم، وهو هدف سامي، هدف عالي. المرسم يخدم الحسين، قضية الحسينية، أهل البيت، الإسلام، البلد. ولكن أنا أطلب أسماء حتى نوثقها إحنا في ذاكرتنا، الأسماء اللي شاركت من بيت العريض أو من غير بيت العريض. احنا صحيح شفناهم لكن مو كلهم. انتوا ادرى بعد بهذا الموضوع، الاستاذ رياض انت دقيق في هذه الامور، فنذكر الاسماء: استاذ السيد قاسم حسين، وايضا محسن العريض موجود. فاحنا خلونا نسجل اسماء كان لها يد الفضلة من البداية، أي يد، أي صوت، إن شاء الله كلمة، إذا أي اسم بيريحنا. وشكرا، السلام عليكم. أشكر شختي قبل لا تروحين على المداخلة، شكرا جزيلا ورحمة الله والديش. بروح لأخوي أجاوبك بالنسبة للسؤال عن اللوحات. والله هو الحديث متشعب عن المرسم وعبد النبي الله يرحمه، لكن دائما محكومين بالوقت. لكن سؤال جدا ممتاز. اللوحات اللي من 2000 لـ1 لـ2000
خلنا نقول 16 لأن العام 17 ما دخلنا فيه، يؤسفني ويقدرني إن أقول لك اللوحات كلها مكدسة مع الأسف. يعني أقول لك الكلام مكدسين ومحفوظين في الكوارتين وموجودين في المرسم وفي محلات أخرى. إنزين الحين تبادر إلى ذهنك ودهن الإخوان البقايا ما تبيعون، أقدر أقول لك يعني جربنا جميع المحاولات إن إحنا نبيع اللوحات. بعضهم قال من يشتري اللوحة فيها دم وصنقل قاموا الشباب الفنانين اللي عندنا إحنا بعد رحنا لهم على عماينة قلنا لهم تعالوا كله يقولوا الجمهور دم وصنقل ويا حسين وما أدري ما حد يشتريها يحطها في مكتبه أو في صالته. قالوا الشباب إن شاء الله تموا يرسمون لوحات من أروع ما يكون رمزية حلاوة. يعني مو أنا أقول حلاوة لأن من المرسم أبدا، أعتبر نفسي كمشاهد عادي لكن روعة، يعني قليل أن أقول حلاوة وفيها رمزية وفيها كذا. يمكن الأخ عادل العباسي يقدر يحكيكم على اللوحات أكثر مني والمدارس مختلفة ما في إقبال. بعنا يمكن إذا عندنا 2000 لوحة يمكن بعنا طول هالسنوات ما يتعدى 100 لوحة. فأقدر أقولك يعني الأوادم اللي جينا والجمهور جدا يعجب في اللوحات جدا يشجعنا جدا كذا، لكن أقدر أقولك بكل صراحة ما حد يشتري. يمكن لأن بعض الفنانين إخواننا قالوا وبعض الجمهور قالوا أنتم حطون أسعار غالية. من تجربتنا في المرسم بيّن إن اللوحة اللي تقول 150 دينار غالية، إذا تسويها 50 دينار بعد غالية، يبون تسويها 20 دينار ما إحنا مسوينا 20 دينار. لا مو لسبب ما إحنا وعناد وكذا ولا مو هذا القصد. واحد سألني إنزين تكدسهم أحسن ما تبيعهم، أقول له نعم بكدسهم ليوم من الأيام ولا بيع لوحة تقدير الفني غير الفني، اترك الفني ومستواها وغيره. انت لما تشتري اللوحة بخمسين دينار حطيت في بالك ان هذا المبلغ دعم للمرسم؟ فأكرر لك الكلام هاي وجهة نظري، والإخوان يمكن أخوي عادل عندك وجهة نظر أتعادل من ناحية اللوحات عليهم. هذه السنوات هناك رؤى أخرى لتسويقها. أجاينك عرضنا اللوحات في الفنادق، تمت بعض الجمعيات الأهلية تدعونا عرضنا اللوحات في بعض الفنادق، يعني في فعاليات نشارك فيها. هاي واحد عرضناهم في قاعة بوشهري عرض للبيع، هاي اثنين يعني بس اخليك في الصورة. عرضناهم في الكويت، عرضناهم في السعودية، عرضنا يعني ترى انا اكلمك لان هذه مشكلة من اكبر مشاكل اللي عندنا فينا. اول شيء ان اللوحات تدعب الفنانين يتقدس، ثاني شيء ما احنا مستفيدين منهم ماديا لا حق المرسم ولا حق احد. فعرضناهم باسلوبنا وطريقتنا الخاصه، ما لهم حل. اخر حل اقتراح من عند الفنانين والاخ عادل العباسي وياهم
والأخ محسن غريب وغيره قالوا خلنا نعرضهم على الانستغرام ونوزعهم على العالم كله. فقاعدين الحين شغالين عدل يا أستاذ عادل شغالين إنه يمكن عقب عيد الغدير، وعلى فكرة عيد الغدير إن شاء الله راح المرسم يحتفل والجميع الحاضرين مدعوين إلى الحضور، وأنتونا وجميع حبايبكم إن شاء الله عند مقر الجمعية. فبعد عيد الغدير راح نصور اللوحات ونحطهم في الانستغرام، وراح الفنانين هذه اللجنة تقوم تسحرهم كل شيء وتحطهم في الانستغرام، اللي هي طريقة إن شاء الله موفق نقدر بيها إن شاء الله. عادل بغيت تقول شيء في موضوع اللوحات؟ أعطى عادل. مع الأسف الشديد عاشوراء من حصرة في خيل وسيوف والرماح ودمائها، يعني حتى الفنانين هاي الرموز اللي عندنا ما في شيء ثاني، لو يعني نشوف خيل ورموز حتى الكلمات الشعراء ما عندهم شيء ثاني. معظم اللي يقتنون الفن خلاص طلعوا من هاي الفن الواقعي، يعني كل واحد عنده كاميرا، كل واحد عنده، كل واحد صار مصور يعني، والكل زين، فما يحبون صور واقعية، ما حد يخلي الصور الواقعية، يبون زاوية ثانية، زاوية أخرى، حتى لو شيء رمزي. ليش ناس متجهين نحو مثلا نقول الرومي اليوم؟ خلاص ناس استملوا من الواقعية، يبون أشياء أبستراكت، تجريدية، أشياء رمزية فوق اللي قاعدين نشوفه، يبون مو اللي تشوفه اللي تحس فيه. بس معظم الفنانين اللي عندنا يرسمون دماء، رؤوس مقطوعة، مع 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 الداعش اليوم ناس قاموا يكرهون الرؤوس، ها حتى الرؤوس اللي احنا كنا نشوفها نوع من الإشعاع، رؤوس يسمونها السبايا، ودي الحين ناس يكرهونها ما يحبونها، لأن قاعد يراويك واقع الداعش، واقع اليوم، ها واقع الإرهاب. فما حد يجي ويشتري لوحة يخلي في بيت، احنا موجودين في بيت راقي وما تشوف لوحة فيها الدم وفيها الرماح، حتى يوم قلنا اوكي سيوف بس بدون دماء، بدون رؤوس مقطوعة وايادي مقطوعة. فمعنى نقول للفنانين ما تقدر بعد تسمونه تجبر الفنان انه يقعد ويرسم لك اللي تبغيه، فانت في مرسم حر تقول له تعال ارسم عاشوراء، بس معظم الفنانين اللي عندنا هاي اللي يحبونه يعني ما تقدر تجبرهم. وثقافتنا ثقافة تقليدية يعني ما تقدر، ان شاء الله شوي شوي سموه نرتقي يعني. حسب ان في لا طبعا التجربه تنضج، عندنا فنانين يعني عندنا مثلا زهير سعيد وغيرهم اللي يجون يرسمون تجريدي مطلق، بس الناس ما يحبونه يعني، الجمهور اللي وراه يسبونه، الجمهور اللي وراه يقول لك ولدي يسوي احسن منك، انا اسمعهم، ها مع انه هاي الفن الراقي يعني. ها والله يبغى لنا يعني صراحة أنا لا لا يبغى لنا شيء مثل هاي، بس صعبة يعني صراحة معظم اللي عندنا الفنانين هاي ما راح نكرر نفس هذه الصوره. لا شوي شوي الفنانين بروحهم قاعدين ينضجون بعد، لان معظم الفنانين اللي يجون بعد ما يجون لنا فنانين كبار اللي اوريدي ناضجين، اللي يجون مبتدئين، ومكان زين حق انك تبتدي وتشتهر ويسوي لك اسم كفنان صراحه. ها المبتدئ المكان زين ترى، وتحصل لك اكسبوجر زين في يسمونه قصدي في السوشيال ميديا، في الجرائد، مكان زين يعني صراحة لو فنان يبغي يبتدي. بس مع الأسف الشديد ما عندنا الثقافة الفنية الراقية، يبغى لنا ما أدري ورش فنية. عادل أنا أشوف في السنوات الأخيرة الفنانين يعني بعضهم أو أغلبهم يعني يمكن أخذ شوية الفكرة وقام يرسم
لوحات رمزيه ما فيها دم ما فيها كذا، لكن بعد ما في قبول يعني من الجمهور مثل ما قلت الوعي يعني. والتوازن بين بين عاشوراء وبين التجريد مو شيء سهل يعني، تسوي شيء يرمز لك عاشوراء يعني اللوحة ترمز لعاشوراء وفي نفس الوقت ما تعطيك لا الدم ولا إيحاءات من 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 الثورة اللي يسمونها ثورة إمام الحسين، صعبة شوية يعني، يبغى له توازن، والتوازن ما حد يعني صعب واحد يصيده. أخوي الله طول عمرك، بالنسبة لأسماء المؤسسين الأوائل، ترى إحنا في المرسم نتحاشى الأسماء وهذا، لكن على طلبك أنت إن شاء الله لسبب بسيط إن نتحاشى. علمنا المرحوم الظهور الإعلامي والاسم والتلفزيون وهذا، صدقني بالله ما حد من المرسم إذا جيت تقول له روحك مقابلة الثاقل روح، تقول له ليش؟ علمنا الإيثار بالنفس، علمنا أشياء واجد يعني ذكرها، لكن ما دام أنت طلبت لا يكون طلبك علينا عزيز. أسماء الأوائل اللي أسسوا المرسم، المرحوم الأستاذ عبد النبي الحمر، الأستاذ محسن عبد الوهاب العريض، الأستاذ جلال عبد الوهاب العريض، وعلى فكرة جلال عبد الوهاب العريض أحد المؤسسين وصاحب فكرة المرسم الحسيني من حيث الفكرة المبدئية وليست الفكرة الحالية، لأن مثل ما قلت لك متوسعنا في الأفكار والأهداف. والأستاذ شكري عبد الأمير العريض، والأخ الأستاذ أكبر عباس أسيري. ولما أذكر لك هاي الأسماء ترى أسماء المؤسسين الأوائل اللي أول ما أسسوا المرسم قبل لا تصير جمعية، ودابة تحط اسمي يعني بعد يوم رياض دابة موجود أكيد موجود محسن بس هذا لين هذا لين الأوائل بغيت من ماتم العريض، مين هو هذه الشخصيات الكبار؟ هذه شخصياتنا من بيت العريض اللي قلت ما احنا الصغار نشوفهم كبار. لا ما عليه، اهل الماتم دعم. لا الماتم عفوا الماتم لا لا الماتم الله طول عمره اهلي لازم نكون حذرين شوي. هذا للمؤسسين الماتم دعم بما معناته إذا بغينا شيء معين طلبنا منهم طلب معين ما ترددون. أسماء ماتم العريض والقائمين عليه وهذا أنا ما أقدر أفتي فيها، تقدر تسأل ماتم العريض نفسهم القائمين على ماتم العريض. أنا يعني إن أجيب لك اسم شخص معين أقول لك هذا اللي سندني. أول سنة كانت الأرض ملك بيت شيخ محمد صالح المميز. أول لا الأرض اللي قدام اللي فيها الدكاكين واللي فيها المرسم من قدام، إذا تلاحظ المرسم دكان دكاكين قدام، من وراء المرسم لفس أرض مفتوحة، الدكاكين اللي قدام ملك ماتم العريض مثل ما قلت لك وقف، الأرض اللي وراء اللي في المرسم مفتوح تلاحظ ذا نوع النزلة خفيفة
هذا الأرض مال وش سميته وش اسم الخال زوجة محمد صالح وشيخ عبد الله محمد صالح مال زوجة محمد صالح وشيخ عبد الله زوجته أم لؤي هذا اللي يا نجيب أم لؤي جدا موقف احنا ممنونين لهم هذه ام لؤي زوجة اللي هي محمد صالح شيخ عبد الله اللي كان قاضي وصار في مجلس الشورى هذه نجيب له الشيخ ولد الشيخ محمد صالح كان موجود نجيب نجيب ولد ولد الشيخ بعد موجود ايوه ولد محمد صالح موجود ايه فشنو كان موقفه ولد محمد صالح لؤي ايه وش فيه موقفه شلون مساعد صديقنا وحبيبنا ومساند لنا متعاون ودائم موجود في المرسم يعني ما في تحفظ من ولو أنا قلت لك إن الأسماء ولعلمك خصوصا أصحاب المرسم مثلا واحد يقوم بعمل ولا كذا لكن ماذا طلبت أعطيك أما إذا ملك من ولا من ومن قاعد إياك ومن راح إياك ومن جاء مثلا ما تملع ريض الحين قلت لي أنا مو مسؤول ما تملع ريض تقدر تروح ما تملع ريض تقول لهم من المسؤول أنا أقدر أقول لك أشكر من أنا أشكر القائمين على ما تملع ريض إنزين من القائمين هذا ما تملع ريض يعطونك شكرا جزيلا استاذ رياض عفوا على هذه المداخلات